السلام عليكم، معكم دكتور إنعام الهغاذي من قناة اللغة العربية بباكستان. اليوم وصلت أمس إلى باريس، واليوم 16 من ديسمبر 2022، وهنا احتفال باليوم العالمي للغة العربية. ورائي أنتم تنظرون مبنى المقر لليونسكو بباريس، والشارع أنا أحاول أن أريكم بعض مناظر الشارع أيضا. والشارع هذا يسمى ديو أفينيو ديو سيوفيران، وكذلك كما ترون ولعلكم ترون أن برج إيفل قريب من هذا المبنى، من ثنايا الأشجار، أو هنا أيضا. نعم، هذا أوضح أنتم ترون. واليونسكو تحتفل باليوم العالمي للغة العربية منذ تقريبا 10 سنوات، وهذه المرة أيضا ودعي أخوكم الضعيف هذا للمشاركة في هذا الاحتفال. أنا سألقي إن شاء الله كلمة ومداخلة، لي مداخلة أيضا، لكن هذا الاحتفال له حقيقة يعني مقاطع كثيرة جدا، من بين ذلك جلسات، 3 جلسات، وأيضا الملتقى لرؤساء أقسام اللغة العربية للناطقين بغيرها في العالم، وكذلك هم دعوا الأساتذة الكبار والباحثين في هذا المجال. فيكفي هنا إلى هنا إن شاء الله، عندما أدخل وأنا إن شاء الله سأسجل الفقرات الأخرى والنشاطات الأخرى لهذا اليوم. إلى اللقاء، مع السلامة.